ده المعرض العاشر اللي بتنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية، وهي لجنة وزارية تبع سيد رئيس مجلس الوزراء، بنعمله مع وزارة الخارجية باعتبارها عضو من 30 وزارة وهيئة أعضاء اللجنة، لتنفيذ السياسة المصرية والاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، بأن احنا نشجع الحرفيين على أنهم ينتجوا، ويشجع الدبلوماسيين على أنهم يشتروا مصري، المنتج المصري وفقا لتوجيهات سيد وزير الخارجية. أنا بعمل فن تراثي اسمه الرسم على المية، وأنا عاملة دكتوراه في الفن ده، وهو موجود في معظم متاحف العالم على ورق، وأنا عملته على قماش. هي دي الفكرة اللي أنا بقدمها. وجود المنتج المصري في معرض في وزارة الخارجية ده بيدي فرص لناس كتيرة جدا دارسة وعندها إمكانيات إن هي يعني تعمل إحياء للتراث المصري بخامات مختلفة، ودي حاجة فرصة كويسة بالنسبة لنا. الحقيقة دي فرصة سعيدة، يمكن دي تاني دورة ليا أحضر في وزارة الخارجية، يعني تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري الحقيقة، ودي فرصة عظيمة جدا نشتري مصري. إزاي نشجع وندي فكرة أو نسلط الضوء على الصناعات اليدوية المصرية، وخصوصا أن احنا بنشتغل في شغل ريسايكل، يعني أنا بشتغل في إعادة تدوير بواقي الإزاز الكسر. دي مش أول مرة أشترك في المعرض، هنا بقالي يمكن 4 سنين بنشترك. السفيرة نائلة بتعمل مجهود جامد جدا عشان تجمع المنتجات المصرية، عشان خاطر دي بتتصدر للخارج، أو هي بتسعى أنها تعمل لنا براند خارجي لكل الصناعات اليدوية والحرف اليدوية. والحقيقة طبعا يعني دعاية كويسة للمنتج المصري. كنت في الأول بساعد معاقين وكده، في الآخر يعني في ظروف حصلت الكورونا وكده، فحصلت إنه بقيت أنزل في معارض بشغلي وكده.